أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome brothers and sisters. Today we're going to be learning Surah Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. Make sure to make the qaf heavy and full mouth. Don't say a'udhu. It's ayn. A'udhu. And say the ra heavy. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. من شر ما خلق، من شر ما خلق. Don't say من شر ما خلق. It's من شر ما خلق. Don't say it quick. Say the raw light. And who has to be heavy. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. Don't say quickly. Say wamil. Say the raw light. Wamil sharri. Ra has to be heavy. And even qaf has to be heavy. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ومن شر النفاثات في العقد. Don't say quickly. ومن say the raw light. And نون and فا has to be hard. ومن شر النفاثات. Don't say وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. This is عَيْن عُقَدِ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا
ذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد فيدرالايت ومن شر حدحة إثناءها إتحا ومن شر حاسد إذا حسد. Thank you so much for watching. Thank you for subscribing me. Thank you so much for watching. Make sure to subscribe, like it, share it with your friends so Allah could give you more good deeds. May Allah guide us to Sirat al-Mustaqim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.